بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إخواني الطلبة، أخواتي الطالبات، نحن نجتاز اليوم مرحلة عصيبة أملاها الوضع العالمي الموسوم بالتوجس إزاء فيروس كورونا. لا يسعني إلا أن أثمن وأبارك التعبئة والانخراط المشهود الذي أبان عنه كل الفاعلون في المنظومة التربوية عموما والتعليم العالي بخاصة. عبد ربي أستاذ مادة وحدة القانون الجنائي العام المقررة لفائدة طلبة السداسية الثانية من الإجازة الأساسية في الحقوق. هذه تتمة الحصص المقررة لطلبتنا الأعزاء في هذه الوحدة. القانون الجنائي كما تعلمون ومرت حصص يعني سابقة كنا فيها قد أحطنا وتناولنا جملة من الجوانب والمواضيع ذات الارتباط الوثيق بالقانون الجنائي. القانون الجنائي وكما أوضحنا من قبل في حصص سابقة يعد أحد أهم فروع القانون وأشدها قوة وصلابة. لا يماري أحد في أهميته وفي حيوية هذا القانون، فهو يضطلع بمهمة أساسية قوامها تأمين التعايش الاجتماعي بين الأفراد، تثبيت النظام القانوني والتماسك الاجتماعي وضمانه. القانون الجنائي يمد سلطانه ليحمي كل القيم والمصالح التي يرى المشرع الجنائي جدارتها بالحماية، قيما جماعية كانت أو فردية. القيم الجماعية، الجرائم المسبب أم الدولة، الجرائم التي تمس بالنزاهة الوظيفة العمومية والمؤسسات، الجرائم ديال الإرهاب، الجرائم اللي يرتكب الموظف والعمود، ثم القيم الفردية التي تحمي وتصون حقوق الإنسان في حياته، في سلامته الجسدية، في كرامته، في ذمته المالية، أيضا من خلال جريمة السرقة، النصب، خيانة الأمانة، وهي كلها جرائم مسة بالأموال. لن أتناول جوانب تطرقت لها في حصص سابقة، التعريف بالقانون الجنائي، وظائف القانون الجنائي، أهمية هذا القانون، خصائصه، طبيعته، مصادره، علاقته بفروع القانون المختلفة، علاقته بالعلوم المساعدة للقانون الجنائي، وفي مقدمة علم السياسة الجنائية اللي هو كيجمع علم الإجرام، علم العقاب، علم اكتشاف الجرائم، وانتهاء أيضا بالتطور القانون الجنائي والذي توج بالإسهام الهام للتيارات الفكرية الجنائية التي ساهمت بحظ وافر في بناء صرح قانون جنائي مبني على أسس علمية. وفي يعني هنا كنطرقوا المدارس، المدرسة التقليدية ثم النيو كلاسيكية أو التقليدية الجديدة، مرورا بالمدرسة الوضعية ثم المدرسة ديال الدفاع الاجتماعي. هذه المسائل هذه كلنا تطرقنا لها، وأيضا شرعنا حتى في تناول الأركان ديال الجريمة. سأركز بما يدعو إليه المقام من تركيز ومن إيجاز على الأركان الأساسية للجريمة، الأركان القانونية للجريمة، وهي التي تشكل البنيان القانوني للجريمة. لا تقوم للجريمة قائمة دون تضافر هذه الأركان. هي أركان ثلاثة: الركن القانوني أو الشرعي، ثم الركن المادي، ثم الركن المعنوي. طبيعة الحال مازال عندنا المسؤولية الجنائية اللي كتركز على المحور ديالها هو المجرم بالأساس، المسؤولية الجنائية للشخص الذاتي، ثم المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري أو المعنوي، وانتهاء بالجزاء الجنائي هو المحور الأخير اللي كندرسوه في إطار هذه الوحدات القانون الجنائي العام. وعندما أقول جزاء الجنائي يعني نركز على العقوبة وأيضا على التدابير الوقائية، لأن الجزاء الجنائي لا ينحصر فقط في العقوبة برد يعني بالوظائف ديالها الردع ولا العام والخاص والعدالة والإصلاح. دابا اللي أصبحت تتغير العقوبة، يعني في الأهداف الحديثة ديال العقوبة هي تغيير الإصلاح والتقويم وتأهيل وإعادة الإدماج الوظيفة الإصلاحية للعقوبة، وأيضا التدابير الوقائية اللي هي كتركز على الخطورة الإجرامية. إذا لنعود
إلى بيت القصيم الأركان. إذن هذه الأركان تشكل البنيان القانوني للجريمة. بدءاً بالركن القانوني، الركن القانوني أو الشرعي أو محصوره أو مؤداه ومبدأ شرعية الجريم والعقاب، أو لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. هذا المبدأ يشكل العمود الفقري والركن الحصين والمتين للقانون الجنائي، هو يعني الأساس، هو العصب المركزي للقانون الجنائي. ولكن القانون الجنائي في إطار القواعد الجنائية الموضوعية، قواعد الجريم والعقاب، هو مبدأ يؤطر القانون الجنائي إنتاجا وتفسيرا وحتى تأويلا وتطبيقا، يعني يكاد يصل حد التقديس في إطار القانون الجنائي الموضوعي. أهمية هذا المبدأ لا تحتاج إلى وقفة لإبرازها. هو صمام الأمان من أهم الضمانات ديال الحرية الفردية، لأن بدونه أو بتجاوزه يفسح المجال للتجاوز، للانتهاك، للتعسف وحتى الافتئات على الحريات الفردية للأفراد. يعني حمولة مهمة جدا لهذا المبدأ. الفصل الثالث من القانون الجنائي المغربي نص على هذا المبدأ صراحة: لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون، ولا معاقبته بعقوبة لم يقررها القانون. إذن يعني هذا يدل على أن المصادر القانون الجنائي، واستخلاصا واستقراء لهذا النص، على أن القاعدة الجنائية هي قاعدة تشريعية منصوص عليها، وبالتالي حصر مصادر القاعدة الجنائية في النص التشريعي ليس إلا، وهذا ما ينص عليه حتى الفصل 71 من دستور 2011 الذي يمنح الاختصاص بسني وبتحديد الجرائم والعقوبات وحتى الإجراءات الجنائية للسلطة التشريعية. هذا المبدأ أيضا كرسه الدستور المغربي دي 2011، بما يدل على السمو دياله والأهمية دياله في وقت نجد أن تشريعات أخرى ربما كرسته في إطار القوانين العادية، ولكن في إطار القانون التشريع المغربي، التشريع الأسمى أو الأساسي اللي هو الدستور، نص عليه في الفقرة الأولى من الفصل 23. تترتب عنه نتائج إعمال هذا المبدأ، كترتب عليه نتائج في غاية الأهمية. أولا كما قلنا الحصر ديال مصادر القاعدة الجنائية في النص التشريعي أساس، ثم عدم رجعية النص الجنائي، ثم عدم التوسع في تفسير النصوص الجنائية وعدم اللجوء القياس بشأنها. النتائج واضحة بطبيعة الحال. النتيجة الأولى يعني ما يدل على السلطة التشريعية التي تحكم ويعود لها الاختصاص الأصيل في سن التشريع الجنائي. عدم رجعية النص الجنائي هذا مبدأ مهم جدا. الدستور نفسه في الفصل السادس الفقرة الأخيرة منه كينص على عدم رجعية القانون بصورة عامة، والقانون الجنائي يكرس ويعزز هذا الضمان ديال هذا المبدأ في فصله يعني السادس، يعني هذا الفصل السادس من الدستور، ولكن الفصل الرابع من القانون الجنائي. الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي ينص على أنه لا يؤاخذ أحد على فعل لم يكن جريمة بمقتضى القانون الذي كان ساريا وقت ارتكابه. يعني النص صريح، يعني لا يمكن أبدا أن ينسحب النص الجنائي إلى الماضي، لا يعقل أبدا أن شخصا لم يقم بفعل مجرم في إطار القانون النافذ يعني في وقت إتيان هذا الفعل، ولكن جاء قانون جديد ربما جرم فعلا، فإنه لا يمكن أن ينسحب على الفعل الصادر عن شخص الذي كان مباحا في ظل القانون السابق، لأن هذا يعصف بتنبؤات الأفراد والمخاطبون بأحكام القاعدة القانونية، ينطوي على الهدر العدل والمساواة ومسائل كثيرة وكثيرة جدا، كيهدم حتى التصرفات، مسائل كثيرة حتى في المعاملات المالية، فبالأحرى على المستوى الجنائي. هذا المبدأ يعرف استثناءات، أهمها إذا كان النص الجديد مفسرا يعني مصححا ومفسرا القاعدة جنائية سابقة اللي ربما يلفها الغموض أو نوع من التضارب أو لا، وكيوجد المشرع أنه لا بد من التدخل من أجل رفع
هذا اللبس وهذا الإبهام أو هذا الغموض. الاستثناء الثاني النصوص الجنائية الأصلح للمتهم، وهذه بطبيعة الحال هذا النص هذا لا يجرم ولا يعاقب، بالعكس إنه في يخدم مصلحة المتهم، لأنك تكون القضية ديالو رائجة أمام المحكمة في ظل قانون مثلا نص جنائي يعاقبه بعقوبة محددة، ولكن كيجي نص جديد بعقوبة أخف، فهذا ينطوي على مصلحة أكيدة بالنسبة له، ولكن خص الحكم ما يكونش صدر حكم نهائي في القضية. أما إذا صدر حكم نهائي بطبيعة الحال حاز لقوة الشيء المقضي به واستنفذ مختلف طرق الطعن، إذا هنا بطبيعة الحال لا يستفيد من هذا التخفيف. ولكن هنا بغيت بالنسبة للطلبة الله يرضي على النقطة هذه مهمة جدا، وهو أنه خصنا نفرق ما بين النص الجديد الذي يخفف العقاب، وربما نص جديد الذي يبيح الفعل، يضفي الإباحة على نص كان مجرما من قبل. هنا في هذه الحالة ولو أنه صدر حكم نهائي بالإدانة وبدأ التنفيذ ديال العقوبة، فإنه يجعل حد لتنفيذها، يعني ما يمكن شيء تنفذ هذا العقوبة في هذا الإطار. إذن كيبقى دائما على أن هذه النقطة هذه مهمة جدا، نص عليها الفصل الخامس من القانون الجنائي المغربي. أما الفصل السادس تكلم على القانون الجنائي الأصلح، يعني ما بين المرحلة ديال المحاكمة حتى انتهاء المرحلة ديالنا، يعني انتهاء بصدور الحكم، يعني كتخفف العقوبة. هناك ايضا النصوص الجنائيه اللي هي كتعلق بالتدبير الوقائي، ما كانش مقبل، لان هذه وان سارت كتسري باثر فوري للقانون، ولكنها ما لا تنطوي على جري، يعني ما جاتش باش تجر متعاقب، ولكنها بالاساس التدبير الوقائي انما قرر اساسا لمواجهه الخطوره الاجراميه، ماشي ليجرم وليعاقب بحال القواعد الموضوعيه. هذا بالنسبه لهذا الركن. الركن المادي باختصار لان الوقت لا يسعفنا كثيرا، الركن المادي يمثل الوجه الخارجي الملموس للجريمة، من خلال هذا الركن هذا تتحقق والجريمة ينفذ الاعتداء على المصلحة التي يحميها القانون. والقانون الجنائي كما تعلمون لا يعتد بالنوايا بالمشاعر، ولكن بالأفعال المادية التي تخرج إلى حيز الوجود، هذا هو الأساس. الجريمة إما أن تتحقق تامة بكافة أركانها، فنتحدث عن الجريمة التامة، والركن المادي هنا كيتكون من ثلاثة العناصر: النشاط الإجرامي، النتيجة الإجرامية، والعلاقة السببية اللي كتربط ما بين الفعل والنتيجة، العلاقة السبب المسبب أو العلة بالمعلول، هنا كتكون مكتملة. ويمكن بطبيعة الحال اللي كتكلموا عن النشاط الإجرامي يمكن يكون إيجابي يمكن يكون سلبي، ولو أن أغلب الجرائم تتم بشكل بصورة إيجابية كالسرقة، الإنسان كيستعمل اليد ديالو من أجل النشل ومن أجل السرقة، أو اللسان ديالو من أجل القذف والسب، أو استعمال اليد في الضرب، أو استعمال، يعني الأفعال كتكون غالبا إيجابية، وممكن تكون سلبية. وما أكثر الجرائم التي ينص عليها المشريع اللي كتدخل في هذا، أقلها عدم التصريح بازدياد، عدم التبليغ عن الجرائم كلها بما في ذلك الجرائم مسب بأم الدولة، يعني جرائم عدم أداء الشهادة أو الامتناع عن أدائها، يعني جرائم عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر الفصل 431، يعني كلها جرائم تمت بصورة سلبية، فيها امتناع، فيها انتكاس على القيام بما أمر به القانون. النتيجة بطبيعة الحال هي الأثر المترتب عن هذا الفعل ثم علاقة السببية. يمكن النتيجة ما تحققش فنكون إزاء محاولة أو الشروع، وهذه نقطة مهمة جدا. المحاولة إذا تأتي في مرحلة ما بين يعني بعد العمل التحضيري اللي كيسبق الجريمة وقبل تحقق النتيجة، يعني كتكون النتيجة لم تحقق هي جريمة ناقصة. إذن بالنسبة لهذا نص عليها المشرع في الفصل 114، كل محاولة ارتكاب جناية، مش كره يتكلم عن الجناية لأن تتصور في كل الجنايات لأنها عمدية بطبيعة الحال، كل محاولة ارتكاب جناية بدت بالشروع، يعني بمحاولة بالشروع في تنفيذها أو بأعمال لا لبس فيها تهدف مباشرة إلى ارتكابها، يعني تهدف مباشرة إلى ارتكابها. إذا لم يوقف تنفيذها أو لم يحصل الأثر المتوخى منها إلا لظروف خارجة عن إرادة مرتكبها تعتبر كالجناية التامة ويعاقب عليها بهذه الصفة. يعني المحاولة مسألة الإحاطة بها شوية دقيقة، لأن كما أكدنا أن القانون الجنائي لا يحفل بالنوايا، ولكن بعد من النوايا دي مسألة كتبقى في الوجدان. كنجيو لمرحلة الأعمال التحضيرية، هنا كيكون المسائل ما بقاتش في النفسية المجرم، ولكن بدا كيحضر يعني المادية الجريمة، اقتناء مثلا أدوات، سلاح، مواد محلول اللي يمكن يستعملوه في الجريمة، التصميم أو مثلا في السرقة يستعمل مفاتيح أو لا، على كل حال. إذا هنا تدق التفرقة بين العمل التحضيري والمحاولة أو البدء التنفيذي، ولكن
ولكن كيبقى دائما البدء في التنفيذ المشرع الجنائي في فصل 114 المشرع الجنائي المغربي احسن فيها، واعتبر انها لا يمكن ان نعتد بالعمل التحضيري الا وصلنا لمرحله البدء في التنفيذ او القيام باعمال لا لبس فيها. هنا يعني بطبيعه الحال كانت اتجاهات، كاين اللي قال بان احصر حتى المحاوله في اطار الاتجاه الموضوعي بالاساس الرائده ديال المدرسه التقليديه، يعني خص لازم يكون داخل في اطار الركن المادي الجريمه. كاين المدرسه ايضا او الاتجاه الشخصي اللي اعتد بالقصد الجنائي وبالخطوره المجرم، وبالتالي اعتد بالمحاوله في هذا الاطار. المشرع المغربي حسنا فعل، خدا بهم جوج تقريبا في فصل 114، نتكلم على البدء في التنفيذ او القيام باعمال لا لبس فيها، يعني لا ريبه لا شك فيها، وبما يدل ان يمكن تكون شويه الخطوره وهذا موقف يعني نسجله يعني بكل ارتياح. بطبيعه الحال العناصر للمحاوله انطلاقا من فصل 114 جوج، يعني عنصران: البدء في التنفيذ هذا هو الاساس، ثم انعدام العدول الارادي. البدء في التنفيذ تكلمنا عليه، انعدام العدول الارادي يعني ان العدول خصو يكون يعني باش غادي تقوم المحاوله العدول لا ارادي، يعني ان الجاني مصر على اقتراف الجريمه والتنفيذ ديالها وهو في غمره نشاطه الاجرامي، ولكنه تم ضبطه مثلا وهو ينفذ هذه الجريمه ولا مازال في البدايه ديالها، يعني مازال ما تحققش النتيجه، تم ضبطه يعني لسبب خارج عن ارادته. اما اذا كان التراجع ديالو العدول ديالو ارادي طوعي اختياري، هنا ما كتبقاش محاوله، لان هنا بطبيعه الحال القناعه ديالو وراجع نفسه، وهذه مراجعه الذات وهذه نقطه مهمه جدا. اما اذا كان بطبيعه الحال هذا يعني العدول كان اضطراريا لسبب خارج عن الاراده ديال ضبطه رجل امن، ضبطه حارس، ضبطه هذا وهو يقوم بالسرقه او ربما كيقوم بتنفيذ فعل معين اجرامي، اذا هنا بطبيعه الحال المحاوله تتحقق. الصور المحاولة، هناك الجريمة الموقوفة والمشرع يتكلم عليها في فصل 114، إذا لم يوقف تنفيذها إلا لظروف خارج عنه. ثم هناك الصورة الثانية هي الجريمة الخائبة، هنا كيكون الجاني استنفذ النشاط دياله كله ويسعى بكل ما أوتي لتحقيق النتيجة، إلا أن الظن دياله خاب، لم تتحقق، يعني خاب الظن ديالو، من ثم جات تسميه بانها محاوله خائبه في اطار الجريمه يعني الخائبه، يعني ان المسعى ديال الجاني يخيب. ثم هناك الجريمه المستحيله، حتى هي فيها كيكون الجريمه مستحيله او المحاوله في اطار الجريمه المستحيله، كيكون الجاني استنفذ كل جهد ديالو، استنفذ هذا، ولكن يستحيل ان النتيجه تحقق في الظروف اللي هو باشر فيها النشاط الاجرامي ديالو لسبب يجهله. يمكن يكون محل الجريمه، وكتعرفوا ان جريمه القتل مثلا من المحل ديالها مفترض اللي هو الانسان الحي، لا يمكن جريمه القتل العام اللي هي كتنطوي على ازهاق روح انها تمس بانسان، انها تنطوي او لا تطال يعني انسان فارق الحياه، اذا المحل هنا كيكون مستحيل، ولو انه اعتقد انه هذا، ولكن الحال ان الشخص مثلا ميت من قبل وهو منين رمى بالرصاص مثلا والقاعده، يعني تبين ان السيد فارق الحياه قبل ان ينفذ الاعتداء. اذا هناك يكون ربما الاستحاله رجع للمحل او لعدم كفايه الوسيله، جبل الله ان الماده السامه قاضيه وهي ربما ما كافياش، ولا على كل حال ربما عاود السرقه كيبغي يسرق من جيب وكيمد يده مثلا من اجل الانتشال، ولكن الجيبه كان فارغا، يعني المحل ديال ما كاينش. ولكن نبطع بالحق نفرقوا، لان المشرع حسن في هذه النقطه، لان الاستحاله هنا كان نقاش تفقهي، كاين اللي قال ان العقوبه كيفاش غتكون بحال المدرسه التقليديه، قالت المحاوله مثلا، لان اولا البدء في التنفيذ الجريمه مستحيله، وحتى البدء في التنفيذ غيكون مستحيل ما دام الجريمه مستحيله، وبالتالي استبعدوا العقاب. هذا المنطوق ديال الاتجاه التقليدي او المدرسه التقليديه. المدرسه الوضعيه لا اعتدت بالخطوره، قالت ان يكفي ان الوسيله تكون كافيه في نظر الفاعل، كيعتبر بانه غيعول عليها وغادي ينفذ بها، وان يعني كيتوقع وعنده قصد جنائي، اذا كافي ان الجريمه مستحيله سيعاقب في الاطار ديالها يعني المحاوله حتى في الجريمه المستحيله. المشرع المغربي بطبيعه الحال القانون الجنائي المغربي كان حاسم، ونقطه مهمه جدا في الفصل 117 اللي اعتبر انه يعاقب على المحاوله حتى في الاحوال التي يكون الغرض فيها من الجريمه غير ممكن يعني مستحيل بسبب ظروف واقعيه يجهلها الفاعل، يعني ظروف واقعيه ما يدل على ان المحاوله تتصور، يعني اذا كانت الاستحاله نسبيه او واقعيه او ماديه، هنا المحاوله تقوم في اطار هذا المنطق هذا النص، ولكن الاستحاله المطلقه
أو الاستحالة القانونية اللي كينعدم فيها ركن من أركان الجريمة بحال محل الجريمة الإنسان الحي مثلا جريمة القتل أو مثلا هذا. إذا في هذه الحالة هذه كتكون استحالة قانونية وما يمكنش يعني المحاولة تكون في إطار الجريمة المستحيلة. العقاب على المحاولة بطبيعة الحال نتصور العقاب على الجريمة العمدية، كل جرائم العمدية اللي يمكننا نتصوروا فيها المحاولة، وأيضا جرائم النتيجة لأن كتكون النتيجة ما تحققتش، كتكون المحاولة تحقيقا لأن الجاني كيكون هنا مصر وكيدير كل ما في وسعه من أجل تحقيق البلوغ النتيجة، ولكن تحقق لظروف خارج عن الإرادة. إذن جرائم العمدية وجرائم النتيجة بالأساس يمكن تصور في هذه الجريمة، وأيضا ولكن هناك طائفة من الجرائم ما يمكنش تصورها كالجرائم الغير العمدية، لأن ما يمكنش في جريمة غير عمدية أن نتصوروا محاولة، المحاولة خص يكون فيها قصد جنائي، ما يمكنش في الجريمة غير عمدية نتصوروا المساهمة والمشاركة، إذا هذه لأن القصد الجنائي ما كاينش، عوض القصد الجنائي هناك خطأ جنائي في صورة الإهمال، عدم التبصر، عدم الانتباه، عدم مراعاة نظم القوانين، يعني كما دابا كيوقع في حوادث السير للأسف النزيف في الطرقات اللي نتمناو حتى هذا معضلة عندنا بلادنا إن شاء الله نتغلبوا عليها كما إن شاء الله نتغلبوا على كلش، وحنا قادرين على كلش. المغاربة دائما أبانوا الحمد لله على الانخراط وعلى تعبئة وعلى جهد وعلى قيم المواطنة. إذن الجرائم غير العمدية لا يمكن أن تصور فيها المحاولة، الجرائم الاعتيادية لا يمكن أن تصور فيها، علاش؟ لأن هذه فيها اعتياد، لأن تتطلب لقيم الركن المادي فيها تكرار الفعل مرتين أو أكثر، وبالتالي ما يمكن بحال جريمة التسول مثلا ما يمكنش من أول هذا، ولكن خص فيها التكرار ديال الفعل. الجرائم الشكلية هذه من جرائم الخطر، ما يسمى بجرائم الخطر أو جرائم السلوك، يعني أنه ما يمكن تصورها مبدئيا إلا في حالة استثنائية جدا، مثلا الجرائم الخائبة والمستحيلة ما يمكنش وبطبيعة الحال، ولكن يمكن تصورها في نطاق مثلا محدود جدا، في نطاق الجرائم الشكلية اللي كتكون يعني في إطار الجريمة الموقوفة، يعني جريمة الشكلية الموقوفة بصورة إيجابية، بحال مثلا جريمة التسميم، الإنسان كيعد واحد الطعام أو لا واحد هذا المهيئ للتناول ولكنه ما كيقوم بشيء بطبع الحال لأنها جريمة شكلية، إذا في الحال يمكن تم ضبطه أثناء إعداد هذه المادة هذه ويعني وكتكون مهيئة للتناول، ولكن ماشي كنتكلموا على التنفيذ، يعني التسميم، زيف النقود، هذه كلها جرائم شكلية. بالنسبة للعقاب، الجنايات العمدية كلها معاقب على المحاولة ديال الفصل 114، الجناح لا يعاقب على المحاولة فيها إلا بنص خاص وهذا بمنطوق صريح الفصل 115، المخالفات لا يعاقب على المحاولة فيها إطلاقا بصريح الفصل 116. بالنسبة للركن المعنوي باختصار شديد هو كيشكلنا الكيان، يعني كيشكلنا الكيان المعنوي النفسي، لأنه يمثل أصول النفسية مادية الجريمة، احنا سالينا الركن المادي لأن الجريمة ما عندهاش غير كيان مادي ولكن لها كيان أيضا معنوي، وبالتالي لا يكتمل البنيان القانوني للجريمة إلا باقتران الركن المادي. احنا الركن الشرعي القانوني لا جريمة العقوبة إلا بنص تكلمنا عليه في البداية، هذاك مفترض يعني في كل جرائم، ولكن لا يكتمل هذا البنيان القانوني إلا باقتران الركن المادي بركن معنوي أدبي، واللي قوام ديالو الإرادة الإجرامية اللي كتجه نحو الفعل ونحو النتيجة ويعني وكتسيطر حتى على الماديات الجريمة. غير هو كنميزو كاين الركن المعنوي في الجرائم العمدية كيتاخذ صورة القصد الجنائي بعنصريه العلم والإرادة، وهنا كتسيطر الإرادة الآتمة على الفعل وعلى النتيجة، يعني كتكون، ولكن يمكن يكون الركن المعنوي يعني في إطار جريمة غير عمدية وهو اللي كيتشكلنا في إطار ما يسمى بالخطأ الجنائي اللي هو كيقوم على عنصرين، ايضا الاخلال بمقتضيات الحيطه والحذر اللي كيفرضها القانون على الجميع، وايضا ديك العلاقه النفسيه ما بين الاراده وما بين النتيجه، يمكن تصور الصوره ديال الخطا مع التوقع او عدم التوقع، يعني الشخص اللي كيكون ما ولكن غالبا انه ما كيكونش نهائيا يعني مصر على تحقيق النتيجه او ليسعى الى تحقيق النتيجه، دائما الفاعل في الجريمه غير العمديه، وحتى اذا تحققت كتكون ربما خارج حتى اذا كانت توقع، ولكن دائما يعني ما كتكونش كتنهار، ربما كاينه اراده. داكشي باش كنتكلموا هنا دائما على ان الخطا الجنائي يعني ان الاراده تسيطر على جزء فقط، أقولها وأؤكد أن الإرادة في إطار الجرائم الغير العمدية بحال حوادث السير وهذا كتكون مسيطرة على جزء فقط اللي هو السلوك دون النتيجة، لأن إذا كان يسعى إلى تحقيق نتيجة وحققها إذا تولي جريمة عمدية، غادي يولي كاين العلم والإرادة، ولكن هنا بطبيعة الحال كاين خطأ جنائي، وقلنا أن العنصرين ديال القصد الجنائي هما العلم، الإحاطة
التامة، يعني الإحاطة بكل الوقائع الجريمة وكل يعني المكونات ديالها، والإحاطة التامة يعني بالنص الجنائي وبالجريمة في بنيانها القانوني، وأيضا حتى على المستوى الواقعي، وأيضا الإرادة اللي كتسعى لها. وبالتالي القصد الجنائي كما قلت لكم هو يعبر عن الإرادة الآتمة، لأن كاين قصد جنائي يجسد بالملموس أن الجاني مصر على التمرد على النواهي وعلى الأفعال اللي كينص عليها المشرع. إذن دائما داكشي باش كنلقاو دائما على أن القصد الجنائي يتراوح حتى على مستوى الشدة. الشخص مثلا الذي يرتكب جريمة قتل في ظروف عادية، يعني القتل العمد في إطار الفصل 392، يعاقب تمسيج مؤبد لأن عنده قصد جنائي وعنده علم وإرادة. بطبيعة الحال أن الإرادة تجي إلى الفعل وإلى النتيجة، ولكن ملي كيكون مقترن بسبق الإصرار والترصد مثلا، إن هذه النقطة هذه مهمة جدا، هنا بطبيعة الحال أن النية ديالو الإرادة الآتمة ربما أبلغ تعبير على الإرادة ديالو بطبيعة الحال، لأنه لا يقنع ماشي غير بالقصد الجنائي، ولكن كاين سبق إصرار اللي هو بطبيعة الحال من ظروف التشديد في الجريمة، وأيضا هناك الترصد أو مثلا ولو أن دابا واحد النقطة مهمة وهو المحاولة اللي كنتكلموا عليها، مشروع القانون الجنائي قلص من العقوبة، لأن كانت العقوبة بطبيعة الحال في إطار القانون الجنائي النافذ دابا هي العقوبة الجريمة التامة، ولكن دابا تم تقليصها بالنظر لأن النتيجة لا تتحقق في كافة الأحوال. شكرا جزيلا على الانتباه ديال الطلبة، ونتمنى إن شاء الله نتغلبوا على هذه الجائحة ونرجعوا للصفوف ديالنا والمدرجات ديالنا كما كنا دائما. شكرا جزيلا وإلى لقاء قريب إن شاء الله. شكرا.